ولكن غادي نعطيك المهمين. اول حاجه هي السكر. السكر عنده تاثير بس يعني تاثير مهم على النظر وعلى العين وعلى الصحه، ولكن السكر الا ما داش فيه الواحد وما تبعوش وما قابلوش عند مول العينين، وبحال بزاف كيجيونا ما كيديوهاش فيه وما كيقلبوش عينيهم حتى كيعموا. دونك اول حاجه السكر، اللي عنده السكر يقابلو ويمشي عند مول العينين لا بد. ثاني حاجه الامراض، عندك التونسيون ديال الذات حتى هي خص الواحد يقلب عينيه يقلب الشبكه ديالو. الامراض بحال اللي كنعيطوا لهم لي مرادي روماتيسمال، يعني كاع لي روماتيسم حتى هما خص الواحد يقلب عينيه. داك الشيء بحال لو لوبوس، بحال يعني شي امراض ديال الميديسين انترن حتى هما كيأثروا على العين. لا تيغويد حتى هي كتأثر على العين، يعني بزاف الامراض كيأثروا على العين، وهذا خص يكون اختصاصي ديال هاد الامراض اللي يقلب ويشوف المريض ديالو يصيفطو عند مول العينين. لا بد. اللي هضرنا عليه هو السكر. السكر الانسان غيكون فيه السكر غيقلب الشبكه. الشبكه ديال الانسان هي البلاصه الوحيده اللي كيبان لك العروق واللي كيبان لك الحاله. دونك اذا كانت الشبكه مقيوسه بالسكر سا ديبون يعني لي دوغري. بحال دابا يلا تقاست خصو يدير غير ريجي، تقاست بزاف غيدير لازير، تقاست ليه بلا تشوف غيدير الشوكه، ولا داك الشيء كثير بزاف كاين الفتح كاين العمليه. سا ديبون اش من حاله لقاها الطبيب ديالو ديال العين، ولكن كاين العلاج راه باين. ما حد كتمشي بكري، ما حد العلاج ساهل. ملي الواحد كيتعطل وكيوصل لشي حالات واعرين كيولي العلاج صعيب بزاف بزاف عاد، ومن بعد نوبات ما كيكون العلاج. والسكر هو اللي كنوصي عليه بزاف قبل العين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.